أصدقائي كما كتشوفوا معنا ساحة الأمل المكان اللي غادي تكون فيه السهرة ديالتي ميتر 2023. إذا أجواء ممتعة أجواء رائعة عليكم هو تفعلوا الفيديو من البداية حتى النهاية، اشتركوا في القناة ديالي تفعيل الجرس باش توصلكم فيما جديد. وهذا المكان فيه وجلود بالماء ونخصفة الساحة رائعة جدا، أكادير بحال أوروبا. أش غادي نقول لكم هذا الشيء جميل. غادي نمشيو نشوفوا بوجلوس بين الماون خاصة في المكان، والنسبة للصغرى غادي تكون مع 9:30 كنعتذر لكم، ما غاديش نصوروا لكم السهرة حيت على حسب القوانين ديال اليوتيوب ولا هاد الناس كلهم الفنانة كيديروا الحقوق الملكية ديال الأغاني ديالهم منعوا علينا باش نصوروا السهرة. المهم كنعتذر لكم هادشي. غنصوروا لكم غير الأجواء هنا وصافي، باش ما تقلقوا صافي، أنا ما عندي مشكل كاع باش كاع ما نصور هادشي، عندي خدمة أخرى أفضل هادشي. إذا أجواء ممتعة أجواء رائعة جدا، غادي نحاولوا ندخلوا لكم المكان فاش كاين بوجلود في الموج. تبارك الله، واو هاد المكان، استمروا معنا. شوفوا بوجلود في الموج مع الشاوة. هذا هو بوجلود في الموج. بوجلود في الماء ونيش كتا من جديد وقربت من الخير هذا فعلا قرنا فاش Oh,
مينيموم. هذه قال الحياة بارك الله عليك.